خلوني الأول أبدأ بأن أنا رحب بكل المشاركين وبالجهد الكبير اللي اتعمل حتى الآن في إخراج المؤتمر بالشكل ده، وأتمنى أن تحيتي واحترامي للدكتور هارفي تصل إليه. احنا تحدثت معه خلال جلوسنا سويا في الصالون، لكن أنا يعني اسمح لي أن أنا قدام الدنيا كلها اللي بتشوفنا دلوقتي، سواء اللي حاضرين هنا أو اللي حتى اللي بيتفرجوا علينا، بقدم لك كل التحية وكل التقدير وكل الاحترام وبشكرك. وعايز أقول لك أن أنا اللي لي عظيم الشرف أن أنا التقيت بحضرتك هنا، أنا اللي لي عظيم الشرف أن أنا شفتك. واسمح لي أقول لك تاني إن إحنا في مصر كنا، وأنا على المستوى الشخصي كنت شايف إن المرض ده مؤلم جداً وكنا بنعاني منه، وزي ما اتقال في الكلام اللي أنتوا قلتوه كله إن لو في إرادة وفي أمل هيبقى في إنجاز، لو في إرادة وفي أمل هيبقى في إنجاز. وبالتالي لما كنت أقول يعني زمان يعني أقول يعني ما حدش قادر يجيب لنا يكتشف المرض ده الفيروس سي قبل ما يكتشف يعني، وأيضا علاج لي، لقينا إن مجرد إن كانت النوايا كده، أنا بتكلم على مستوى الشخصي يعني، كان دايما ده هاجس ودايما ده كان أمر بفكر فيه بعمق الحقيقة. فربنا سبحانه وتعالى خلاني أعيش وأشوف المرض ده وأشوف كمان علاجه، ومش بس كده، ويخليني أساهم مع أبناء بلدي هنا في أن أنا أنهي هذا المرض في مصر. فأنا عايز أقول أن العلماء الأجلاء اللي هم يمكن الناس ما بتعرفهمش حتى ما بتشوفهمش، لكن بتشوف أثرهم، الأمر ده أمر مقدر جدا على المستوى الإنساني والأخلاقي. إن بلد يبقى فيها يعني، ساعة لما عملنا الإجراء بتاع الفحص الشامل في مصر كنا بنتكلم على دولة فيها حوالي 90-95 مليون، النهاردة احنا 102-103 مليون 104. يعني أقصد أقول لما عملنا الفحص ده وأطلقناه على المستوى القومي هنا، ثم ربنا وفقنا أيضا، عشان بس بقول لأصدقائنا وأشقائنا في أفريقيا اللي موجودين معنا هنا، هو تتصوروا إن قلة الموارد ممكن تبقى عائق أمام تحقيق الأهداف. صحيح أي هدف يبقى محتاج يعني موازنات وأموال وحاجات كتير، لكن صدقوني ودي تجربتنا هنا، لما اتكلمنا أنا أفتكر أن أنا جبت شركات الأدوية الأمريكية وإحنا هناك في بنتحدث معهم على من هم يساهموا معانا في توفير العلاج بتكلفة عملية يعني نقدر ننفق عليها العلاج ملايين من المصابين في مصر. ولقينا أن رغم أن كان الدواء ساعتها $10,000 ويمكن يعني، لكن احنا تحصلنا عليه بتكلفه اقل من كده، وده امر مشكور كمان لشركات الادويه اللي انا برحب بيها وهي موجوده معانا هنا. وبقول لهم بقى خلي بالكم ان افريقيا سوق واعد، اذا كنا النهارده 1,250,000,000 او 1,300,000,000، فخلال 20-30 سنه بالكتير هنبقى 2.5 مليار، ده سوق كبير قوي. وبالتالي المستقبل لأفريقيا، المستقبل لأفريقيا، يمكن الناس ما تشوفش ده، المستقبل لأفريقيا. أنا عايز أقول أفريقيا 60-65% من سكانها شباب، ويمكن أكتر من كده، يعني لسه في فرصة. فارجع تاني أقول عشان بس ما يفوتنيش ان انا اسجل بتقدير شديد باسمي وباسم كل المصريين،
كل الاحترام سواء للي اكتشف الفيروس الدكتور هارفي أو للشركات المصنعة لهذا الدواء والأدوية الأخرى، كل التقدير لهم وكل الاحترام لهم. نرجع نيجي هنا يعني تعقيبا على كلام زملائنا المشاركين سواء في يعني في الجلسة الأولى والجلسة الثانية، أنا مش هقول كلام كتير، لكن أنا هقول لكم ما احنا دولة أفريقية زي كل الدول الأفريقية، مواردنا مش كتير وقدراتنا مش كتير، واحنا عدد سكاننا برضو مش قليل، يعني احنا النهاردة بنتكلم في أكتر من 100 مليون. كتير من الدول الأفريقية ما عندهاش العدد ده باستثناء يمكن 5-6 دول ولا حاجة، ولكن زي ما بقول كده ما لدينا، وأنا بقولها بإخلاص وأرجو أن تصل إلى كل من يسمعني، إحنا مستعدين إن إحنا نتعاون معكم في كل المجالات اللي أنتوا مستعدين أو تأملوا إن إحنا يعني نتعاون معكم فيها. مش هعدد المجال الطبي من تعليم أو تدريب أو تأهيل أو حتى علاج، لكن عايز أقول إن القدرات اللي موجودة في مصر هي متاحة لأشقائنا، وده كلام مش سياسي، ده كلام مش سياسي، ويمكن زملائي اللي موجودين في الحكومة يعلموا جيدا مدى التقدير والاحترام الإنساني لكل من يعني يعاني، مش بس في إفريقيا، في إفريقيا وفي بقية الدول، مش بس في إفريقيا، لا في إفريقيا وبقية الدول. أنا بقول إن إحنا مش دولة يعني مواردها هائلة ولا حاجة، ولكن ما لدينا بإخلاص متاح لكم كمشاركة، كتدريب، كتعليم، كعلاج، كنقل خبرات أو تبادل الخبرات. إحنا مش مستعدين نعمل ده وزيادة في كل المجالات، حتى في صناعة الدواء مع اللي هو اللي إحنا بنقول فيها إن في فرصة كبيرة، ويمكن زملائنا اتكلموا عن موضوع تصنيع اللقاحات. وهنا اسمحوا لي إن أنا بتواضع أعلن مبادرة يعني بتقديم 30 مليون جرعة للتطعيم ضد كورونا لأشقائنا في الدول الأفريقية، وأرجو إن ده يتم تنسيقه مع الاتحاد الأفريقي. وزي ما يعني النائب قال إن إذا كانت الأزمة عالمية فستبقى أفريقيا لوحدها، إذا كانت الأزمة عالمية فستكون أفريقيا لوحدها، يعني أفريقيا لديها موارد هائلة هائلة في كل شيء، بدءا من الموارد البشرية للموارد الأخرى اللي موجودة. وأنا عايز أقول على تجربة لنا هنا، إحنا لما اتكلمنا على زي ما قلت إن إحنا قدراتنا الاقتصادية لا تتيح تقديم خدمة طبية بالمعايير العالمية لمئة مليون بسهولة، وده كلام إحنا بنعترف بيه، فكان قدامنا إن إحنا نعمل اللي قدراته قليلة، ما عندوش غير الأفكار، ما عندوش غير إن هو ربنا سبحانه وتعالى يوفقه الفكرة يحل بيها المسألة اللي يعني اللي هي بقت مسألة. ما هو النهاردة لو أنا عندي قدرة على علاج وأقدم خدمة طبية بما تعني هذه الكلمة ما بقاش في مشكلة. إذن المشكلة دايما بتيجي مع قلة الموارد وشح يعني الأموال المخصصة كده. في مصر ما قلناش أبدا إن ده صعب، وما توقفناش قدامه وما أحبطناش. أنا بقول لكم الكلام ده عشان يمكن في مصر المصريين سمعوا ده مني كتير، مفيش أبدا عقبة أو تحدي يقف أبدا أمام إرادة لا تلين من أجل تجاوز هذا التحدي، مفيش. اوعوا تتصوروا، وأنا بقول الكلام ده وفي هنا علماء أفاضل وفي هنا شركات أدوية عملاقة، ما نجحتش بالأماني، ما نجحتش بالأماني، نجحت بالعمل والإصرار والجهد والإرادة. طبعا أرجع تاني أقول إن إحنا كان حلينا مسائل كتير بالمبادرات، مبادرة 100 مليون صحة اللي تكلموا عليها،
مبادرة الفيروس سي اللي بنتكلم عليها دي كلها استهداف، استهداف لتحديات بعينها لما نتجاوزها تحطنا في حتة تانية خالص. وخلينا أقول لكم القائم الانتظار اللي اتكلموا عليها هنا، أنا مش بتكلم على علاج طبي عادي، أنا بتكلم على علاج طبي ضخم، بتكلم على عمليات جراحية كبرى في المخ والأعصاب والقلب والركب وكل ما تعنيها دي الكلمة. لما عرض الموضوع دوت قلنا لا، إحنا هنستهدف قوائم الانتظار، ولن يكون في مصر قوائم انتظار. كان العدد اللي طرح ساعتها عدد ما كانش كتير. النهاردة بعد تقريبا 3-4 سنين وصل العدد اللي إحنا حققناه. أنا أتصور إن في دول كتير أكثر تقدما وأكثر قدرة اقتصادية مننا ما قدرتش تعمل ده. إحنا بنتكلم في 1.3 مليون عملية، عملية كبيرة. يعني العملية بتتكلف بين 100,000 و300,000 ويمكن 400,000 جنيه أحيانا وقد يزيد حسب، بما فيها نقل أعضاء، بما فيها نقل أعضاء. ونحن بنتكلم على 3 أسابيع قائمة انتظار. ولما كنت بكلم الدكتور خالد من 3 أيام بيقول لي 3 أسابيع، قلت له طب ما تقلله، قلله عن كده. فقال لي، قلت له إحنا مش هنخلي أبدا مريض يتألم ويعاني في بيته ويبقى إحنا قاعدين يعني نخلص أي حد بيشتكي من عملية كبيرة، نقدم له العلاج والعملية تتم تنفيذها بأسرع وقت ممكن بعد طبعا إجراء الفحوص. أنا عايز أقول لما استهدفنا العدد بتاع قائم الانتظار، أنا بكلم زمايلي وأشقائي اللي موجودين معانا واللي بيسمعوني من كل حتة، يمكن ما تقدرش تعمل تأمين طبي شامل كامل في دولة زي مصر في فترة زمنية قليلة. إحنا مستهدفين إن التأمين الطبي الشامل في مصر ينتهي خلال 10 سنوات، بنتمنى كده وبنشتغل على كده. ولما طرح الأول عرض عليا في هذا الموضوع كانوا بيتكلموا في عدد سنين أكتر من كده، كانوا بيتكلموا في 15 و20 سنة، وأنا قلت لهم أنا ما أقدرش أبدا إن يعني نقدر نأجل تقديم خدمة طبية ذات شأن لمواطنينا بعد 20 سنة. طبعا في موارد وفي بنية أساسية طبية لازم تكون موجودة، لكن إحنا اشتغلنا وأطلقنا البرنامج وتحركنا فيه، ونتكلم في 5 محافظات دلوقتي، وبنقول إن إحنا إن شاء الله في خلال المدة اللي إحنا ألزمنا بها نفسنا الحكومة أو اللي يعني من حتى يأتوا بعدنا ينفذوا هذه الخطة، خلال 10 سنوات نكون عملنا تأمين طبي شامل لكل المصريين. أنا هنا يعني مش هنسى أقول لكم إن إحنا بنقابل تحديات كتير، لكن ما خوفتناش وما أحبطتناش. يعني هديكم مثال، إحنا بنزيد تقريباً 2.5 مليون كل سنة، يعني لو يعني حالة الوفيات اللي موجودة حوالي 500,000، يعني حوالي 2 مليون، 2 مليون إنسان وإنسانة. يعني دول عشان نديهم أسرة، لكل مليون بنقول 2000 سرير، مش كده؟ يعني الاتنين مليون عايزين 4,000 سرير، يكلفونا حوالي تقريباً 2.5 مليار دولار. يبقى أنا محتاج فقط إن أنا أضيف أسرة 4 بحوالي 2.5 مليار دولار كل سنة لإيه؟ للصحة. ده خوفنا؟ لا. قلنا إن مواردنا محدودة؟ لا. هنفضل نشتغل؟ أيوة. هنفضل نتحدى التحدي؟ أيوة. لغاية لما نتغلب عليها؟ إن شاء الله. فأنا في المبادرات اللي احنا اطلقناها فيما يخص استهداف امراض بعينها، عشان ما يبقاش اذا كنا مش قادرين نعمل كل شيء فنعمل اجزاء منه، احنا عندنا تجربه. ده اللي بقوله لاشقائنا اللي موجودين معانا، لينا تجربه في كل قطاع، لينا تجربه في كل قطاع. انا سمعت نائب رئيس زيمبابوي بيتكلم عن الميه، وأنا هنا فرصة أن أنا أشقائي في أفريقيا يسمعوني. شوفوا، إحنا حصة مصر من المية 55 مليار متر، الحصة دي لم تتغير على مدار السنين بالكامل، من أيام مصر ما كانت يعني 3-4 مليون وحتى الآن. هل إحنا دخلنا في صراع مع أشقائنا
عشان نزود الحصة دي؟ لا، إنما اشتغلنا على إن إحنا نعظم من مواردنا. وما فيش نقطة مية، وأنا مش مبالغ في الكلام ده، ومش بقوله هنا عشان يعني مش لأسباب سياسية، ده أنا بقوله هنا عشان أقول إن التحدي هو فرصة. التحدي رغم إنه تحدي، اوعى تعتبره يعني عائق لك أو لنا أو لدولنا، لا، التحدي فرصة للتغلب عليه. عملنا برامج لمعالجة المياه، معالجة ثلاثية متطورة. أنا عايز أقول لكم إن البرامج اللي اتعملت في مصر في هذا المجال عشان نخلي الإنسان المصري في كل مصر ياخد مية تبقى لمعايير منظمة الصحة العالمية، أدي واحد. ثم إن إحنا نستفيد بالنقطة دي بالمية اللي موجودة دي بأكبر قدر ممكن، إحنا هنكون تقريبا من أول أو تاني دولة في العالم تعظم وتستفيد من معالجات وتحلية المياه لصالح شعبها. إذن التحدي، أنا بس عشان كان كل الكلام بيتكلموا على إن أفريقيا، لا، أفريقيا قادرة، أفريقيا قادرة، وإذا كان في تحدي إحنا قادرين معا بإخلاص إن إحنا نتجاوزه. يبقى شيء، إيه هو التحدي اللي بيعجز الدول؟ أنا بقول يمكن الدول المتقدمة ما تاخدش بالها قوي من الكلام دوت، لكن أنا بقوله عشان أسجله هنا. ولما أنا قلت إن الاستقرار والأمن حق من حقوق الإنسان، كتير من الناس ما استوعبتش الكلمة وقالوا يعني إزاي يعني؟ قلت لهم لأن أنا النهاردة اللي أنتوا بتتكلموا عنه في كتير من دولنا الأفريقية وحتى بما فيهم مصر، لو ما فيش استقرار وأمن في البلاد محدش أبدا من الشركات دي هيبقى مستعد يعمل استثمار، يجي يعمل استثمار، يعمل شركة في بلد والاستثمارات دي تدمر أو تخرب، ده كلام مش هيحصل. مش هتتعمل بنية أساسية للبلاد دي من أصله، وهتفضل البلاد تخش في دايرة من الأزمات اللي هي تنتهي، والشعوب تفضل تعاني من ذلك. فأنا بقول أول خطوة بقولها لكل من بيسمعني، أول خطوة في بناء التنمية الحقيقية هو الاستقرار والأمن. إن عدم، فرص النجاح بتبقى يعني محدودة جدا. برحب بيكم وسعيد بوجودكم معانا في بلدنا مصر، وأرجو إن أنتم يعني يبقى عندكم فرصة تشوفوا يعني كثير من يعني من الآثار والمشاهد المصرية. ومش حنسى أقول إن برضو كان لنا تجربة، مش عارف هي بعض الدول والأشقاء الأفريقية سمعوا عنه ولا لأ، هي هيئة الشراء الموحد. هيئة الشراء الموحد الحقيقة إحنا دي تجربة، وتجربة الحقيقة كنا استفدنا منها كثيرا، وخلينا إن إحنا قلنا إن إحنا كل المستلزمات اللي احنا يعني بنشتريها من السوق الخارجي او حتى من السوق المحلي، يبقى في هيئه مسؤوله عن ده. انا بتكلم هنا في الادويه تحديدا، وقدرنا نعمل ده في كل المجالات اللي الدوله بتستورد بيها. صدقوني العائد من توفير الهيئه دي اللي بتحققه من عمل مؤسسي في توفير المستلزمات سواء كانت أدوية أو حتى أجهزة أو معدات داخلة في المجال ده، صدقوني بتحصل على أفضل شروط. لو إحنا قدرنا نعمل ده على مستوى القارة إحنا هنبقى في حتة تانية خالص. وتكلفة العلاج في القارة الأفريقية أنا مش مبالغ لو قلت لكم، لو قدرنا، وده أمر نظر يعني، لو قدرنا أنا بقول لكم مش هتقل عن من 30-50% من تكلفة يعني شراء الأدوية دي بشكل فردي. دي تجربتنا وإحنا بنقولها لكم وبنعلنها من باب إن أنتم تبقوا عارفينها. مش هنسى إن أنا أهنيكم إن أنتم حصلتم من منظمة الصحة العالمية على النضج الثالث، وأتمنى لكم التوفيق، وده جهدكم
ومرة تانية برحب بيكم وشكرا جزيلا، شكرا جزيلا.